السلام عليكم أعزائي المشاهدات، أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من قناة وصفات أحلام. اليوم إن شاء الله حلوة بسيطة ومكونات متواجدة في كل بيت، كما أنها في متناول الجميع وسهلة التحضير. تابعوا معي المقادير وطريقة التحضير. نبدأ على بركة الله. المقادير: سأحتاج إلى 3 بيضات، مبشور ليمون حامضة، قليل من الملح، خميرة الحلويات ما يعادل كيس واحد أي 8 غرام، كأس العنبة من النشا ما يعادل 90 غرام، كأس من الزيت ما يعادل 150 ملليلتر، كأس من سكر حبيبات ما يعادل 150 غرام، ودقيق حسب الخليط. بالنسبة للطريقة، سأضع البيض أولا والملح القليل من الملح، مبشور ليمونة الحامضة، يمكن تعويضها بالفانيليا أو بنكهة البرتقال. بالنسبة للنكهة دائما فهي اختيارية، أمزج الكل حتى تذوب حبيبة السكر. بعد أن ذابت حبيبة السكر، سأضيف الآن الزيت، أمزج المرة الثانية. والآن سأضيف النشا، كأس من النشا، والدقيق، دقيق طبعا حسب الخليط، بالإضافة إلى خميرة الحلويات. أمزج الكل حتى أحصل على عجين لينة. وهذا هو شكل العجين بعد أن انتهينا. الآن أنتقل إلى طريقة التحضير. سأحتاج إلى قليل من الدقيق، سأخذ قليل من العجين، أصنع منه كرة صغيرة، ثم أضع الدقيق القليل فقط، أقوم بوصون الشريط بهذا الشكل، ثم أقوم بصنعه بهذا الشكل هكذا، أضغط من هنا جيدا كي لا يفتح في الطهي. هذا هو الشكل الأول. بالنسبة للشكل الثاني، سأضع على شكل حرف S، أصنع شريط طويل بهذا الشكل، ثم أقوم بلفه بشكل معاكس من هذه الجهة ومن الجهة أخرى بشكل معاكس هكذا، ألفه مرة واحدة. هذا هو شكله. بالنسبة للشكل الثالث، سأضع القليل من الدقيق، أبسط العجين على شكل شريط، بالطريقة، ثم بهذه الطريقة سأقوم بلفها هكذا، أضع هذه الشريط الثاني فوق الشريط الأول. الآن سأقوم بالضغط هنا حتى يتماسك العجين ولا يفتح أثناء الطهي بهذه الطريقة. بالنسبة للشكل الرابع، سأضع قليل من الدقيق، ثم أبسط العجين بنفس الطريقة على شكل شريط، ألف العجين بهذه الطريقة، أضغط عليه من الأسفل. وهنا سأحتاج إلى قلم خاص بالحلويات أو أي قلم، أصنع بشكل قلب بهذه الطريقة.
بعد أن انتهيت من صنع الأشكال الأربعة قمت بوضعهم في صينية مدهونة بالزيت. سأقوم بوضعهم في الفرن، طبعا الفرن ساخن درجة حرارة متوسطة، أطهو من الأسفل حتى ينضج ثم أشعل النار قليلا من الأعلى. وها هي الحلوى بعدما نضجت. سأحتاج إلى شوكولاتة بيضاء، يمكنكم تعودوا الشوكولاتة السوداء، فيرميسيل ملون، استعملت الوردي واستعملت الأسود والأصفر. سأبدأ أولا بالشكل الأول وهو شكل القلب، سأضعه في قليل من الشوكولاتة البيضاء، فقط قليل. هكذا، ثم أضعه فوق بلاستيك وأتركه حتى تجمد. بالنسبة للشكل الثاني سأضعه بالأصفر، طبعا لكم الاختيار، كلكم تعودوا بجوز الهند، كما يمكنكم وضع سمسم، كما يمكنكم وضع الفول السوداني أو اللوز، التزيين طبعا باختيار. بالنسبة للشكل الثالث سأضعه في فيرميسيل الأسود. بالنسبة للشكل الرابع سأحتاج فيه لونين، سأضع رأس الحلوى فقط في الشوكولاتة البيضاء ثم أضعها في الفيرميسيل الأسود بهذه الطريقة، ونفس الطريقة في الجهة السفلى أضع في الشوكولاتة البيضاء ثم أضعها في الفيرميسيل هكذا. وهذا هو الشكل النهائي لحلوة اليوم، أتمنى أن تعجبكم. إذا عجبكم فيديو ديال اليوم ديروا لايك الفيديو، بارطاجيو مع الأصدقاء ديالكم، تابوناو في لاشين، وما تنساوش تشاركوا الصفحة ديالنا في الفيسبوك. السلام عليكم.